أصبحت جمعية المحامين اليوم هي الصرح الأول في مؤسسات المجتمع المدني، بل أصبح المحامي اليوم قضية في كل بيت وفي كل اجتماع عام، حتى وصلنا إلى أن نحقق الجدل أو النقاش عن المحامي الكويتي في المحافل الدولية. جمعية المحامين اليوم أصبحت عضوة في أكثر المنظمات العالمية. جمعية المحامين اليوم تقود القانونيين في الوطن العربي، وتقود أيضا المحامين الشباب في الوطن العربي. جمعية المحامين اليوم عضو فعال في الاتحاد الدولي اللي يضم في عضويته 11 مليون محامي. جمعية المحامين اليوم أصبحت مختلفة، تراهن على العمل وعلى العطاء وعلى الجهد وعلى الإنجاز، وها أنتم تشاهدون ما وصلت إليه جمعيتكم بفضل جهودكم وبفضل عطائكم وبفضل تكريس وقتكم. ونحن نعلم أن وقت المحامي ثمين، ولكن لا يسعنا نحن في مرفق الإدارة في جمعية المحامين إلا أن ننحني لكم احتراما وتقديرا على الجهود التي بذلتموها خلال الأعوام 2019-2020.